يا ريت تقدمي لنا التهنئه باللغه الكرديه وتتحدثين لاخواننا الاكراد. شكرا جزيلا. قبل ما احكي باللغه السويديه اريد اشكر جميع العاملين هنا بالقناه، لانه كل يوم خميس قاعدين وياي ويتعبون نفسهم ويحاولون يوصلون الجمهور إلي وأنا أوصل صوتي للجمهور وأبشرهم عن الرب يسوع. شكرا لكم وشكرا للقناة الآرامية، وأريد أقول مبروك، ألف مبروك، وكل عام وأنتم بألف خير. وشكرا، شكرا، أشكركم هوايا. أنتم بصراحة قادة، وإحنا نشكر الرب نقدر نتعامل ونشتغل مع بعض في ملكوت الرب، لأنه نحتاج هذا الشيء. امين امين. اكيد اكيد شيء ضروري، نشكر الرب. ومثل ما تشوفون احتفال جميل، واحنا نبارك نفسنا على هذا الشيء، لانه مثل ما قال الاخ داوود هنا، قال انه احنا كوورك، احنا بدنا نعمل مع بعض. واني اشكر الرب انه هذه القناة الارامية فتحت لي المجال انه اقدر ابشر شعبي اقلا 25 مليون اللي يفهمون اللهجة السورانية باللغة الكردية. فانا اشكر الرب، وانا كمان خلصت سنة عندكم، صار لي سنة اقدم برنامج من على هذا القناة، فاشكر الرب. اعرف انه اكو برامج اخرى في قنوات اخرى، ولكن انا اشكر الرب من اجل قناة الارامية. واخ باسم لما دز لي اول مرة سالني انه اسوي برنامج، كنت في هوليداي فما قدرت اقول لا، فانا بهوليداي سويت اول برنامج. فنشكر الرب. وهسه اريد اقدم شكري للرب باللغه الكرديه. عزيزانم خوش سلام لها موشنك ام جيهانا سباسي خدا كين بوكنالي ارامي لبر اوي يانزا صالي بركر دوا ويادي روجي بابلم اوي كوا اما سباسي خواب كين بو ام يانزا صالا وهي ودارين كبر دوام بيت چندین سالی تریش بو بی بی مای برکت بو همو لا بی بی مای برکت بو همو ملتی کورد که اوانی لمانتیه گنو سپاسی خواه کن که وال سر امن برو اتوانین ناوی عیسی مسیح بگینین بملت کمان و سپاسی خدا کن که وال کنالی آرامی ابی بی برکت بو چندین زمانی تنه تنها بو زمانی کردی و سپاسی خدا کن و بم بونه شو سرو دکتن پیش کشکم و یا اللي قلتها انه راح بهذه المناسبه الحلوه راح اعطي المجد للرب، وراح ارنم ترنيمه. هذه كانت اول ترنيمه انا رنمتها بالكردي، وهذه مش ترنيمتي وانما مترجمه. اصلا هي هذه الترنيمه ترنيمه سويديه، وانا ترجمتها للكردي ورنمتها لاول مره، لانه كان حسره على قلبي انه كل الشعوب يقدرون يرنمون الرب بلغتهم، واحنا اللغه الكرديه ما عندنا ترانيم. فلما انا امنت قررت وصليت والرب اعطاني هذه الترنيمه، فراح ارنم وكونوا معايا، اكيد راح تعرفوها. امين. تفضلوا.
للرب. آمين. ربي يبارككم.